ويم هوفمان. هذا رجل من دول اسكندنافية، عمل طريقة وهي طبية وعلمية ما عليها أي غبار، اللي هي عملية التنفس العميق. التنفس العميق هذا احنا تكلمنا فيه السابق، ولكن أعيد عليكم مرة ثانية، هاي الطريقة بتساعدكم وايد يا جماعة على تحسين المناعة. يوم نرفع المناعة مثل ما قلنا راح يرتفع عمض المعدة، راح يتحسن الهضم. اللي عنده غازات، حموضة، إمساك، مشاكل في أي شيء في الجسم، خلي يسوي الطريقة هذه. هذه الطريقة وايد تنفعكم يا جماعة، اللي هي عبارة عن إدخال أكسجين بكثرة ويكتم النفس وبعدين يرد يطلع مرة ثانية. عملية إدخال الأكسجين هذه تعني إدخال كمية كبيرة من الأكسجين، فبالتالي يرفع المناعة ويرفع البكتيريا النافعة في جسم الإنسان، وراح يتعدل حمض المعدة وحتى المزاج يتعدل نفس ما يسوي الصمغ العربي تقريبا. وهذه الطريقة ساعدكم، يعني ما أقول مثل الرياضة ولكن تأثيرها جدا كبير. هذا الرجل ادخل على الويب وشوفوا كيف أنه حتى يسمونه رجل الثلج.